أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم في محراب العداء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. حسان احمد سلمي. فين حسان؟ محمد طه. محمد طه مصطفى دياب. محمد خليفة حسني فرج. عبد الفتاح فرج سيد. الحكم في القضية 19493 لسنة 2022 جنايات المعادن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على المواد 304 و309 و313 من قانون الاجراءات الجنائيه والمواد 40 فقره 1 و3 و41 على اولا و43 و45 على 1 و47 و234 على 1 و2 و316 مقرر ثانيا وثالثا من قانون العقوبات والمواد 1 على 1 و6 و26 على 2 و4 و30 على 1 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 78 و165 لسنة 81 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والبند ألف من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق وبعد والمواد 1 و2 و37 على 1 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 89 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها أولا بمعاقبة حسان أحمد سلمي الكوز بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين مع إلزامه المصاريف الجنائية ثانيا بمعاقبة كل من محمد طه محمد دياب ومحمد خليفة حسني فرج بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريب كل منهما مبلغ 2000 جنيه عما أسند لكل منهما عن التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريب كل منهما 10,000 جنيه عن التهمة الثالثة مع إلزام كل منهما بالمصاريف الجنائية ثالثا بمعاقبة عبد الفتاح فرج سيد سليمان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 10,000 جنيه عما أسند إليه وإلزامه المصاريف الجنائية رابعا ببراءة كل من محمد طه محمد مصطفى دياب ومحمد خليفة حسني فرج من التهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة وببراءة عبد الفتاح فرج سيد سليمان من التهم الأولى والثانية والثالثة الواردة بأمر الإحالة خامسا بإحالة الدعوة المدنية المقامة من ورثة سيد فرج سيد سليمان آسف بإحالة الدعوة المدنية المقامة ورثة المجني عليه عادل إبراهيم محمد علي شعلة إلى المحكمة المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظرها وأرجأت الفصل في مصروفاته رفعت الجلسة لجل المجني عليه في مواجهة الكناف Thank you.
في حالة انهيار عليهم. ايه تفاصيل الواقعة؟ الناس برضو بتسأل تفاصيل الواقعة وتفاصيل الله يرحمه المرحوم والحاجات دي كلها. يعني هو الله يرحمه دافع عن عرضه وعن ماله وعن كل حاجة في المواجهة. ربنا يتقبله في الجنة إن شاء الله. فقال الله فيك.